سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية، سيرة الحواريين. الحلقة 12. ازيك يا خالتي صوفيا؟ اهلا يا شباب، ان شاء الله كويسة. الحمد لله، الله يخليكم. كيف انتوا؟ كويسين والله الحمد لله. اتفضلوا اقعدوا. طبعا اكيد متذكرين يا شباب انه في المرة الفاتت انه بولس وبرنابا كلموا المجتمعين عن كل العجائب والمعجزات اللي اجراها الله بواسطتهم من غير اليهود، صح؟ صحيح، متذكرين. ولما خلصوا كلامهم وقف يعقوب اخو سيدنا عيسى وقال: يا اخواني ارجوكم اسمعوني، الاخ سمع عن بطرس حدثنا ورانا كيف ان الله اهتم بالشعوب الاخرى ووهبهم السر الالهي عشان يكون منهم امته لاول مره. الكلام ده ما بيتعارض ابدا مع كلام الله المذكور في كتب الانبياء. الله بقول حيجي زمن اعود وارحم فيه من اسرائيل وابني مملكه داود اللي اتهدمت واعيد الحكم لواحد من ذريته ليهيئ للناس اللي اخترتهم من كل الشعوب عشان يتبعوني. ده كان كلام ربنا اللي سطره من الازل. عشان كده انا شايف انه ما في داعي نصعب الامور على اخواننا المؤمنين بالمسيح من غير اليهود، وإنما نكتب ليهم ونرشدهم ونوريهم إنه ما يأكلوا الطعام المقدم للأصنام لأنه حرام، وننهاهم عن الزنا وعن أكل لحم الحيوانات المخنوقة وأكل كل ما فيه دم. وهم ما ملزمين بكل تفاصيل توراة موسى لأنه توراة موسى ليها ناسة اللي بيتبعوها ومرادوا بيها من زمن بعيد، والناس بيقروها في بيوت العبادة كل يوم سبت. أهوى المبعوثين والشيوخ مع باقي المؤمنين في القدس اتفقوا مع يعقوب في كلامه وقرروا إنهم يختاروا رجلين من الاجتماع عشان يرسلوهم مع بولس وبرنابا لأنطاكيا. وقاموا فعلا يختاروا سيلا ويهوذا اللي اسمه برضو برسابة. والرجال الاثنين ديل كانوا متميزين بين الإخوة المؤمنين بأمور القيادة، عشان كده اختاروهم ورسلوهم ورسلوا معاهم رسالة. الرجال ديل قاموا سافروا مع بطرس وبرنابا ووصلوا لأنطاكيا، وهناك جمعوا المؤمنين وسلموهم الرسالة اللي كانت بتقول: السلام عليكم، تحية ورسالة من أخوانكم المبعوثين والشيوخ إليكم يا معشر المؤمنين من الشعوب المختلفة في أنطاكيا وسوريا وكيلكيا. نحن سمعنا إنه جوكم بعض الناس من القدس بدون تفويض مننا وأزعجوكم وشوشوا أفكاركم، واتفقنا كلنا واخترنا اثنين من الرجال المخلصين وهم أخوانكم سيلا ويهوذا، ورسلناهم ليكم مع أخواننا الأحباء بولس وبرنابا اللي ضحوا بحياتهم في سبيل دعوة الإيمان بسيدنا عيسى عليه السلام. ونحن رسلناهم عشان برضو يبلغوكم شفويا مضمون الكلام المكتوب في الرسالة دي، ونوجهكم بأنكم ما تأكلوا الطعام المقدم للأصنام، وأن تبتعدوا عن الزنا، وأن أكل لحم الحيوانات المخنوقة، وأكل كل ما فيه دم. ونحن بتأييد السر الإلهي رأينا إنه ما نثقل عليكم بأكتر من كده، وإذا نفذتوا الكلام ده هتكسبوا رضا الله. والمؤمنين بعد ما تقرت لهم الرسالة فرحوا بمضمون اللي قواهم وشجعهم على التمسك بالإيمان. وسيلة ويهوذا اتكلموا وقالوا كلام كثير، وكلامهم شجع المؤمنين أكتر وقواهم لأنهم كانوا صالحين ومليانين بالإلهام الإلهي. وبعد ما قضوا وقت هناك المؤمنين أذنوا لهم بالرجوع للقدس. يهوذا فعلا قام رجع للقدس، لكن سيلة قرر إنه يقعد في أنطاكيا بالإضافة لبولس وبرنابا الموجودين فيها وكانوا مستمرين في تعليم الناس هناك وتبليغهم رسالة المسيح مع كثيرين كانوا بيقوموا بنفس المهمة. أهي يا جماعة،
وبعد فترة بولس قال لبرنابا: يا برنابا، يلا كان نرجع ونشوف أخواننا في كل المناطق اللي مشينا إليها وبلغنا الناس فيها رسالة المسيح عيسى ونتفقد أحوالهم. برنابا كان عايز يوحنا اللي اسمه مرقس يمشي معاهم، لكن بولس احترض بشدة لأنه شاف إنه مرقس كان خلاهم قبل كده في بنفيلية وفات قبل ما يكمل المهمة معاهم. النقطة دي سببت خلاف شديد بين بولس وبرنابا لدرجة إنه كل واحد أخذ قراره براه وانفصله، وبرنابا ساق معاه مرقس وسافر بالبحر لقبرص، وبولس اختار سيلة والمؤمنين ودعوهم وخلوهم في رعاية الله، وبولس وسيلة قاموا سافروا داخل سوريا وكليكية من مكان لمكان، وكانوا بيشجعوا المؤمنين هناك ويقوي عزيمتهم. من هناك قاموا سافروا لمدينة دربة، وبعدها المدينة الليسترا. وفي الليسترا كان في واحد من أتباع المسيح اسمه تيموثاوس، وتيموثاوس ده أمه كانت مؤمنة من اليهود لكن أبوه ما كان يهودي. المؤمنين في الليسترا ومدينة إيقونية القريبة منها كانوا مبسطين منه شديد وكانوا دائما بيشكروه، وبولس كان عايز يسوق معاهم عشان يرافقهم في رحلة تبليغ الدعوة بالمملكة الربانية. ولأنه في جماعة من اليهود اللي كان الختان مهم في عقيدتهم وتعاليمهم كانوا موجودين في المنطقة ديك، وكانوا عارفين إنه أبو تيموثاوس ما يهودي، عشان كده بولس عمل لرأيهم حساب وقام ختن تيموثاوس. وبعد ذاك تيموثاوس قام سافر مع بولس وسيلة، وكانوا بيتنقلوا من مدينة لمدينة، وكانوا بيسلموا التوصيات اللي عملوها المبعوثين والشيوخ في القدس للمؤمنين الغير يهود في المدن دي عشان يتبعوها ويعملوا بيها. وكان إيمان المؤمنين بيقوى وعددهم بيزيد باستمرار. بولس وسيلة وتيموثاوس قاموا سافروا من مناطق فريجية وغلاطية لأن السر الإلهي منعهم من الدعوة في منطقة إيسيا في الوقت ده. وبرضو يا خالتي صفية، لما وصلوا لحدود منطقة ميسيا اللي هي جزء من إيسيا، حاولوا شمالا يتوجهوا لمنطقة بتنية، لكن السر الإلهي منعهم برضو، صح ولا ما صح؟ صح. وقاموا سافروا عن طريق ميسيا ووصلوا لميناء ترواس ونزلوا فيها، وفي الليل بولس شاف ليه في رؤية رجل مقدوني، والمقدوني ده كان بيتوسل ويترجاه ويقول ليه: من فضلك يا سيدي، من فضلك تعال لمقدونيا، تعال لمقدونيا وساعدنا روحيا عشان ما نهلك. بولس وزملائه بعد الرؤية دي اتأكدوا انه الله دعاهم لنشر الرسالة في مقدونيا، وقرروا إنه يسافروا طوال اللي هناك. وفي ترواس اللي سافروا منا بالبحر انضم ليهم كاتب الكتاب ده اللي هو الطبيب لوغا، وقاموا كلهم يتوجهوا لجزيرة سوموتراكي. وفي تاني يوم سافروا لميناء نيابلس، ومنا سافروا بالبر لفيليبي اللي كانت مستعمرة رومانية وكانت مدينة مهمة جدا في مقدونيا. قعدوا فيها كم يوم، وفي يوم السبت طلعوا عبر بوابة المدينة لأنهم يتوقعوا يلقوا لهم هناك مكان للصلاة على الشاطئ. وفعلا لقوا المكان ده ووجدوا إنه في مجموعة نسوان متجمعات هناك للصلاة، وقاموا مشوا ليهم وكلموهم عن رسالة النجاة. كانت من بين المستمعات للوعظة والإرشاد مرة عابدة وتقية من مدينة سياترا اسمها ليديا. وليديا دي يا جماعة كانت بتتاجر في الأقمشة الغالية المصبوغة باللون البنفسجي، والله سبحانه وتعالى فتح قلبها للرسالة بكلام بولس، وآمنت هي وعائلتها وتعمدوا كلهم بالموية.
وبعد ذاك كانت بتلح على بولس وأصحابه تقول لهم: يا إخواني، إذا كنت فعلاً بتعتبروني مؤمنة بالمسيح ومخلصة له، تعالوا زوروا بيتنا وشرفونا وانزلوا معانا. شكراً ليكي، خلاص قبلنا دعوتك يا مبروكة. الله يبارك فيكم وفي داركم. شكراً للدعوة، وربنا يجعلها داراً عامرة. مرحب بكم، مرحب بكم يا خدام الله. البيت بيتكم والدار داركم، وشرفتونا كثير. وفي مرة من المرات بولس وزملائه لما كانوا ماشيين لمكان العبادة، قابلتهم جارية كان ساكنة جن ومخليها تكشف المستقبل، وعمل ده كان بيعود على أسياد بمال كتير. الجارية دي كانت بتمشي ورا بولس وزملائه وبتصرخ وتقول لهم: الرجال ده الهوب خدام الإله العلي، وحيقولوا لكم إذا اتبعتوا طريقه بتنجوا، لكن بالعكس إذا سمعتوا كلامه واتبعتوه ما بتنجوا كله، عشان كده انتبهوا وما تتبعوهم لنا، ما تتبعوهم لنا. أها، والجارية دي استمرت في الحال ده كم يوم، لغاية ما بولس في الآخر اتضايق منها جدا وقال للجنة المتلبسة: أنا بأمرك باسم عيسى المسيح مختار الله، أطلع أطلع منها وسيبها في حالة. أها، والجن طوالي طلع منها، والجارية بيقت ما بتقدر تقرا الغيب ولا تكشف المستقبل. طبعا أسياد اتضايقوا جدا من بولس وسيلة لأنهم كانوا السبب وضيعوا عليهم مصدر رزق مهم، عشان كده قبضوا عليهم وودوهم للساحة العامة، وهناك قدموهم للقضاة وقالوا: يا حضرة القضاة، الرجال الاثنين ديل من بني إسرائيل وخالقين فوضى وبلبلة هنا في المدينة دي. أيوة، وكمان بلاده بدعوة مخالفة لعقيدتنا وعاداتنا نحن الرومان. دي يا شباب هي نهاية الجزء 12. حلونا نجيب صفية. شكرا لكم. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.